جميع النساء في العالم. هذا صحيح. في الثاني من أذار عام 2017 على وجه الخصوص أمام المشهد المعقد الصعب ولربما هو الأصعب الذي مررنا فيه في نضالنا الوطني، وأعني فيه المشهد الفلسطيني المحلي، الهجوم الاستيطاني على الأرض، المشهد الإقليمي الدامي الذي يسعى لتفتيت الحالة ولوضع فلسطين في إطار هذه الحالة المفتتة، المشهد الدولي على ضوء صعود ترامب العنصري وإدارته العنصرية على رأس الإدارة الأمريكية، الذي يجعل من نتنياهو بكل وقاحة وبلا رتوش يعلن مجددا عن مشروعه الصهيوني الاستيطاني القديم الحديث والذي كان مخبئا تحت طاولة المفاوضات. أمام هذا المشهد رسالتنا للمرأة الفلسطينية بأن توحد جهودها لتستنهض الطاقات الشعبية الكامنة الموجودة والتي لها تاريخ نعتز به في النضال الوطني الفلسطيني على مدار صراعنا ضد الاحتلال، تستنهض هذه الطاقات ليكون للمرأة الفلسطينية موقعها، دورها في الاستراتيجية الوطنية البديلة للمفاوضات البائسة التي أعلن عن دفنها في البيت الأبيض. علينا أن نشتق عناصرنا البديلة من هذه في هذا المجال، بمعنى الجمع. حين نقول أن استراتيجيتنا البديلة اللي أجمع عليها شعبنا وقواه الحية في المجلس المركزي وصادقت عليه جميع الأطراف الوطنية والإسلامية، وهي تعزيز المقاومة الشعبية وصولا للانتفاضة الشاملة ضد الاحتلال من أجل الاستقلال، واستنهاض الحالة الدولية بمعنى تدويل نضالنا في جميع مؤسسات الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص بهذه المرحلة محكمة الجنايات الدولية لمساءلة إسرائيل على جميع جرائمها، وفي المقدمة عدوانها على غزة ومصادرة الأراضي والاستيطان الذي باتت تتخذ قرارات لشرعنته. على المرأة الفلسطينية أن يكون لها موقعها في المقاومة الشعبية، وأخص بالذكر في حملة نسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية باعتبارها شكل من أشكال المقاومة، حتى تكون حملة شعبية شاملة تحدث الأثر الاقتصادي في اقتصاد الاحتلال والإيجابي في اقتصادنا الوطني، بالإضافة لمشاركتها في جميع أشكال المقاومة الشعبية. وأيضا لو سمحت لي، على المرأة الفلسطينية أن يكون لها دورها موقعها استنادا للزخم الذي تشكله الحركة النسائية في إنهاء الانقسام، باعتبار إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية شرط لا بد منه لتمكيننا من النهوض باستراتيجيتنا البنية. رأيك كيف تستطيع إيجاد تهميش دور المرأة بعد دخولها في جميع الميادين وجميع المجالات؟ المرأة الفلسطينية دخلت في جميع الميادين، هي في حالة نهوض، دعيني أقول اجتماعي، هناك جهود حثيثة، طبعا هذه تحصل نتائجها بالتراكم. القضايا الاجتماعية ليست بقرار وليست بسنة أو سنتين، هذه قضية تراكمية، لكن هناك جهود حديثة في الحركة النسائية وجهود تكاد تكون موحدة، يعني مظلتها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية سواء على صعيد موائمة التشريعات الفلسطينية والضغط من أجل العدالة والمساواة، أو في مجال القضايا الاقتصادية، ودليل ذلك الانخراط الواسع للنساء في حملة المطالبة بتعديل الضمان الاجتماعي، وأيضا في حملة المعلمين بما كانت تتضمنه من مطالب اقتصادية ونقابية. حطوها كاملة.